السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم نشوفوا الكور ديال الالكتروني على الموقع www.exomaroc.com، اول موقع يتيح لك الدراسه عن بعد وبالدارجه المغربيه. اليوم نشوفوا تيوريم دو سوبربوزيسيون. هاد التيوريم هادي كتصلح الانظمه نتاع الكمبيوتر لانها كتجيها سهله، اما بالنسبه للانسان فانها كتجيها مرهقه بزاف. الا ما عطاكمش الا عطاكم البروف تخدموا بهاد التيوريم خدموا بها، ولكن الا ما عطاكمش في ليكزام تخدموا بها ما تخدموش بها، فنصحكم لانها تدي لكم بزاف الوقت. نبداو دابا الشرح ديال هذا السوبر بوزيسيون. اول مرحله كنديروها هي اننا كنقسموا هذا السيركوي ديالنا باش نعرفوا شحال من عدد نقسموه. كنشوفوا عدد ديال السورسات، كما كنلاحظوا عندنا جوج سورسات قسمناها لجوج ديال السيركويات. هذه اول مرحله. ثاني مرحله كل سيركوي خاصو يكون عنده سورس واحد، كما كنلاحظوا هنا حطينا سورس وهنا حطينا سورس واحد مزيان. هذه هي ثاني مرحله. ثالث مرحله وهي انها الا كان عندنا هنايا سيركوي، عندنا سورس دو طونسيون. الا كان عندنا سورس دو طونسيون، شكون هو سورس دو طونسيون؟ سورس دو طونسيون هو اللي كيعطينا الطونسيون. راه شرحنا لكم، راه كيكون الشكل ديالو بحال هكا ولا هكا. راه مازال ومازال عباد الله كيسولوني على هذا السيمبولات، ولا هكا ولا كيكون الشكل ديالو هكا. هذا هو سورس دو طونسيون. هذا غادي نحولوه لواحد خاصو يعطينا لنا طونسيون ديالو ايكال ا زيرو. بحال هاد اللحظه هادي كنشوفوا ان حيدنا داك السورس اللي كاين وردينا واحد فيل الكتريك. فيل الكتريك هادي هي المرحله الثالثه. المرحله الثالثه ان دوك السورسات اللي غادي نحيدو، الا كان سورس دو طونسيون كنديروا له فيل الكتريك، وإلا كان سورس دو كورون لي قلنا السيمبول ديالو كتكون هكا ولا هكا على حساب البروف ولا هكا. هذا خاصو يعطينا لو كورون إيكال أ زيرو، لأنه كيعطينا لو كورون وباش نحيدوه خاصو الكورون ديالو يكون زيرو، يعني أنه خاصنا نحولوه لواحد سيركوي أوفير. سيركوي أوفير السيمبول ديالو بحال هكا. هذه هي ثالث مرحله. كما كنلاحظوا هنا كان عندنا سورس دو كورون ردينا سيركوي اوفير كما كتلاحظ. والمرحله والسيركوي الثاني كان سورس دو كورون دو طونسيون حولنا لواحد الفيل الكتريك. ها هو صافي، يعني ان التقسيمات ساليناهم. ودابا كنخدموا اي حاجه قريناها مسبقا، ديفيزور دو كورون، اي حاجه كنجبدوا اي بري، لان هنايا حيت كنديروا من هنا لهنا الريزيستونس ما كيتغيرش، ولكن لو كورون طونسيون ما كيبقاوش بحال. ماشي هاد لو كورون اللي كاينه هنا هي هادي، لا هاد لو كورون هي اللي بغينا نحسبوا، ولكن اللي حيت كنقسموا كنسميوها اي بريم. اما هذا طونسيون كنسميوه في بريم، وهذا في سكوند، وهذا اي سكوند. كما كنلاحظوا اي سكوند بريم، كما كنلاحظوا اي بريم نجبدوا النتيجه ديالها، و اي دو بريم نجبدوا النتيجه ديالها من هذا السيركوي، ونجبدوا في بريم ونجبدوا في دو بريم. لا الصالح هادو باش نجبدوا لو كورون طونسيون الا قالوا لنا الوسط بالنسبه لهنا. الا بغينا نجبدوا لو كورون اي، شحال كيساوي اي الاولى بريم بلس اي دو بريم. ها هي احنا جبدنا لو كورون اللي قالنا، و الا قالنا جبدوا الطونسيون شحال كيعطينا في بريم بلس في دو بريم. مزيان. نشوفوا واحد ليكزومبل باش نابليكيو هادشي اللي قلنا، هاد الشرح اللي قلنا باش نفهموه مزيان. كما كتلاحظوا هذا هو ليكزومبل اللي غادي نخدمو فيه. هذا كنلاحظوا انه كيتكون واحد ريزيستونس ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 ار 5 و 2 جينيراتور. هاد الجينيراتورات هادو راه هما السورسات اللي كنا كنديرو، راه بحال هاد السيمبول هذا، راه هو هذا، راه غير الرموز اللي كيختلفوا. اما جوج كيعطيونا واحد الطونسيون.
كما كنلاحظوا ان بان عندنا تيورين دو سوبر بوزيشن. اش كتقولنا؟ كتقولنا العدد اللي عندك في الجينيراتورات هما عدد السيكويات اللي تقسم. كما كنلاحظوا عندنا جوج سورسات قسمناهم لواحد جوج سيركويات. مزيان على المرحله الاولى. المرحله الجايه كتقول لك الا عندي خاصو يكون في كل سيركوي سورس واحد، والسورسات الاخرين اللي باقيين خاصنا نبدلوهم اما بواحد الفيل الكتريك ولا بواحد سيركوي اوفير. الا كان سورس دو طونسيون بحال هذا كنبدلوه بواحد الفيل الكتريك، والا كان عندنا واحد سورس دو كورون كنبدلوه بواحد سيركوي اوفير. كما كنلاحظوا هنايا غادي نبدلو هذا غنبدلو هاد اي ان، هادي نبدلوها بواحد سلك بواحد فيل الكتريك ياك. وفهاد السيركوي جوج هاد او دو هذا خاصنا نبدلوه بواحد الفيل الكتريك. مازال قبل بعدا كاع ما قلناش اشنو غادي نحسبو. نحسبو هاد لو كون على كاع البروف حسب اي هاد اي هادي. يعني قلنا ان عندنا هنا لو كورون طونسيون اللي عندنا هنايا ماشي هما اللي عندنا هنايا ياك. بعدا قلنا في الكون هذا سميو اي بريم وهذا اي سكوند. كما قلنا ان الريزيستانس ما كيتغيروش، الجينيراتورات ما كيتغيروش، ولكن لو كورون طونسيون كيتغيروا ما كيبقاوش كما القيمه ديالهم في السيركوي ديال ديبا. كما كنلاحظوا ان المرحله الجوجه دابا المرحله الاخيره هو نحسبوا هذا اي بريم. كما كتلاحظوا نحسبوا هذا اي بريم بالنسبه للاسوس. كما كنلاحظوا ان الجوج انهم كيتلاصقوا في هذا البوان وهذا البوان، اذا انهم باراليل ار1 و ار2 اون باراليل. يعني ان ار1 و ار2 اون باراليل، وحيت هادي يكون اون باراليل هادي يكون ار 3 اون سيغي معاهم. كما كتلاحظوا انت ار 3 اون سيغي بلس ار 3 هادي تساوي ار ايكيفالون. عندنا ار ايكيفالون كيتساوي ار 1 اون باراليل مع ار 2 بلس اون سيغي مع ار 3. يعني السيركوي هادي يولي كما هادي يولي. لاحظوا ان السيركوي هادي يولي بحال هاد الشكل. ار ايكيفالون اللي حسبنا ياك هذا واحد ار 4 و جيناتور ديالنا و ار 5 و لو كورون اللي بغينا نحسبو. يعني ان كما كنقول حيت كنبغيو نحسبو شي بلاصه ما خاصناش نقيسو هاد البارتي هادي. كما كتلاحظوا كما قلنا في الدرس الفايت ان كما قلنا في الدرس ديال ترانسفورماسيون، حيت كنديرو ترانسفورماسيون واحد سورس دو طونسيون سورس دو كورون، نديرو ترانسفورماسيون لهادي هادي نديرو لها واحد ترانسفورماسيون. كما كتلاحظوا اش عطيتنا في ترانسفورماسيون هادي؟ غتعطينا واحد سورس دو كورون غادي يكون واحد اون باراليل مع ار 4. نكملو حنا الرموز كما قلنا، نديرو دوك الرموز القدام اللي كنخدمو عليهم، راه مازال كيخدمو بيهم شي بروفات، نقدر بحال هكا نخدمو من بعدو. كما كنشوفو عندنا واحد سورس دو كورون مع واحد حولناهم درنا واحد ترانسفورماسيون من سورس دو طونسيون سورس دو كورون. يعني ان لو كورون اللي عندنا هنا شحال غادي يولي كيساوي؟ نسميوه اي اس. شحال كيساوي؟ كيساوي هذا راه او ان، كيساوي او ان مقسوم على ار 4. اللي ما شافش الكور ديال الترانسفورماسيون يمشي يراجعوا لحم غادي باش نكملوا الكور ديالنا. كما كتلاحظوا هادي يولي سيركوي، هادي يولي سيركوي، هاد السيركوي هذا غادي يولي بحال هاد الشكل هذا ار ايكيفالون مع واحد سورس دو كورون او ار 4 او ار 5 و داك الكون اللي بغينا نحسبو. مزيان بالنسبة لهاد او راه او دو كما كتلاحظو اننا حسبنا او دو هنايا
يعني هذه مشيو هنا في مزيان. بالنسبة على هذا السيمبول هذا راه هو هذاك اللي درنا، قنعاودوها 100 مرة لأن أنا عارف شي واحد هنا بقى يسولوني 60 مرة. هو هذا اللي داير بحال هكا، هادو كاملين ثلاثة هما هادو نفس الدور عندهم، كيعطيونا واحد كوغون. فين وصلنا في البارتي؟ كما كنلاحظوا أن هاد الكاتر إليمون اللي كنشوفو R5 و R4 و هاد السيرس و هاد الريزيستونس إيكيفالون، أنهم كاملين أون باراليل، يعني أن الترتيب ما مهمش، نقدرو نجيبو هادي لهنا و هادي لهنا و هادي لهنا، يعني السيركوي ديالنا كي غادي يولي إلا جبنا R إيكيفالون مع R4 أون باراليل، غادي يعطينا السيركوي هاد الشكيلة هادي. غادي يكون عندنا هاد السيرس دو كورون، وغادي يكون عندنا هاد الريزيستونس ار ايكيفالون ان، نسميو هادي ار ايكيفالون ان، وواحد ار سانك اللي بغينا نحسبو، و لو كورون اي بريم، حيث ان هاد ار ايكيفالون ان شحال كتساوي؟ راه هي ار ايكيفالون اون باراليل مع R4. مزيان فهمتوا؟ اليوم دابا كنشوفوا ان هذه الشكيله هذه باش كيفكركم، عندنا لوكورون، عندنا هذا لوكورون هذا، عندنا النتيجه ديالو، هذا لوكورون كيدوز هنا هو هذا اي اس، عندنا القيمه ديالو اللي كيساوي او 2 على ار على R4 ياك، عندنا القيمه ديالو وعندنا القيمة ديال R إيكيفالون أن مع R5 هاد الشكل هذا، باش كيفكركم هاد الشكل كامل؟ باش كيفكركم؟ ماشي ب ديفيزور ها؟ ماشي ديفيزور دو كورون. إذا طبقنا العلاقة ديال ديفيزور دو كورون شحال تعطينا؟ إي بريم لي كنقلبو عليها شحال تعطينا؟ شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا إي سي فوا R إيكيفالون 1 على R إيكيفالون 1 في داك اللي بغينا نحسبو R5 مزيان، شحال كتساوي؟ شحال قلنا إس قلنا أنها كتساوي أو 2 على R4 فوا R إيكيفالون 1 على R إيكيفالون 1 بلوس R5. احنا لقينا لو كورون الاول ديالنا، لقينا النتيجه نتاعو، يعني الى درنا قيم ديال ار ار او ار كات او ار زان او ار هذا، كنجبدوا هاد القيم هذا ونلقاو اي بريم ان. يعني قلنا لكم ان هاد الميثود هادي هاد التيوريم طويله بزاف. دابا نشوفوا اي نكتبوا بعدا اي بريم شحال كتساوي باش ما ننساوهاش. قلنا ان اي بريم كتساوي S فوا R إيكيفالون 1 على R إيكيفالون 1 بلوس R5 ياك، وقلنا أن R إيكيفالون 1 شحال كتساوي؟ R إيكيفالون 1 اللي درناه هنا R إيكيفالون كتساوي R أون باغاليل، يعني أنها كتساوي R1 أون باغاليل مع R2 بلوس R3 هادشي كامل اون باراليل مع R4 سي بيان. دابا نشوفو اي دو بريم، و كدرنا القيم يجينا فاسيل بزاف، نحسبو اي بريم كما كنلاحظو على ان السيركوي كتكون من R1 R2 R3 R4 R5 واحد السورس E1 و لوكون اللي بغينا نقلبو عليه. هذا السيركوي هذا غادي يكون شويه طويل بزاف، ولكن نستافدو منه الناس من ترانسفورماسيون، الدرس ديال ترانسفورماسيون اللي ما شافوش الشباب يمشي يشوف باش يفهم مزيان هاد الكور. كما كنلاحظو ان هاد البارتي هادي ما خصناش نقيسوها لان بغينا نحسبو لو كورون E2، و كنلاحظو على اننا ما يمكنش نديرو شي اون باراليل لا اون سيري، يعني نقدرو نديرو واحد ترانسفورماسيون من سورس
دو طونسيون للسيرس دو كورون. يعني هادي ولينا هنا واحد السيرس دو كورون ياك، هادي تحولنا، وهادي اللي كانت اون سيري هتولي لنا اون باراليل ار دو. كاينه ولا مكايناش؟ حيث ان القيمة نتاع هذا نسميوه اي ان كتساوي او ان على ار دو. مزيان. كيفاش غادي يولي لنا السيركوي ديالنا؟ السيركوي ديالنا غادي يولي بحال هذا، لا فورم ديالو غتولي بحال هكا، غتولي هذه ار ان ما تقاش، غادي يديرو ترانسفورماسيون لهاد سيرس دو طونسيون نحولو لواحد سيرس دو كورون كيما كتلاحظو، وغادي يكون عندنا ار دو اون باراليل ار دو، وراه غادي يكون ار تروا ار تروا، وراه نيت غادي يكون ار كات ار كات، و ديغنييغ ريزيستونس ار سانك، و لو كورون لي كنقلبو عليه سوكوند. سي بيان. كيما كنلاحظو ان السيركوي عندنا، ان هاد البارتي هادي، ان هاد البارتي، ان هاد تلاتة الإليمو هادو ار ان و هاد السيرس و هاد ار دو اون باغاليل، يعني الترتيب ماشي مهم. راه السيركوي ديما غادي يكون عندك اون باغاليل، راه الترتيب ماشي مهم، راه السيركويات كاملين بقا تسونجي هادو، راه إلا مسونجيتيش راه عندك في ليكزام تجيب صفر بلا ما تعيي راسك. كما كنلاحظو اننا ان هاد ار دو الا سونجيناها، هاد ار ان الا سونجيناها لهنا هتولي اون باراليل معاها، ونسميوها ار ايكيفالون ان، اللي كتكون ار ان اون باراليل مع ار دو، الا تعطينا ار ان اون باراليل مع ار دو. يعني السيركوي كادي يولي لنا، السيركوي كادي يولي كما كنلاحظو هاد السيركوي هذا غادي يولي بحال هاد الشكل هذا، غادي يكون عندنا واحد السورس دو كورون، و عندنا داك ار ايكيفالون اللي حسبنا ايكيفالون 1، سمينا ار ايكيفالون 1 مع ار 3 و ار 4 و ديغنيير ريزيستونس ار 5 و لو كورون اللي كنقلبو عليه اي دو بري. مزيان. كنلاحظو على ان السيركوي ديالنا رديناه شويه بعدا منطقي كما كنلاحظو، نقدروا نديروا ترانسفورماسيون واحده اخرى هنايا ياك، يمكن لان الشروط ديال واحد ترانسفورماسيون باش ترانسفورماسيون واحد السورس دو كورون السورس دو طونسيون خاص يكون اون باراليل، وكما كنلاحظوا اننا عندنا في هاد البارتي هادي انها اون باراليل هنايا، هادي نقدروا نديروا لها واحد ترانسفورماسيون، يعني هاد البارتي هادي نديروا لها ترانسفورماسيون، وغادي نحولوها لواحد واحد كيما العاده ار ايكيفالون هنايا ايكيفالون ان مع واحد جينيراتور هنا. مزيان. هذه هي البارسي اللي حولنا، هذه درنا لها ترانسفورماسيون هنا، حيث القيمه ديال او سميوها او ان بريم شحال كتساوي، كتساوي اي ان فوا نكتبوها هنايا باش يعطيني المشكل، او ان بريم كتساوي اي ان فوا ار ايكيفالون ايكيفالون ان، ياك اي ان اللي عندنا هنايا فوا ار ايكيفالون اللي سونجيناها ولات اون سيري. سي بيان. يعني السيركوي ديالنا كادي يولي، كادي يولي السيركوي ديالنا، السيركوي ديالنا نكملو هاد السيركوي نيت نشوفو، غادي يكون عندنا ار 3 هنا، ايوا هاد البارتي غاتولي عندنا ار 3 هنا السيركوي، واحد ار 4 هنا، و ديغنييغ ريزيستونس ار 5، و غادي تكون واحد لو كورون اي دو بري. كيما كنلاحظو على ان ار ايكيفالون 1 مع ار 3 اون سيري، هاد البارتي كاملة اون سيري، يعني نقدرو نحولوها لار ايكيفالون دو هاد البارتي كاملة لأنها اون سيري، نحولوها لار ايكيفالون دو، هنا ار ايكيفالون دو، حيث ار ايكيفالون دو كتساوي ار ايكيفالون ان بلوس ار تخوا، ياكو؟ مزيان.
دابا كما كنلاحظوا اننا عندنا هذا الريزيستونس هذا نقدروا نعاودوا نديروا واحد ترانسفورماسيون عاد ثاني اخرى كما كنلاحظوا. علاش نقدروا نديروا ترانسفورماسيون اخرى؟ لان عندنا واحد السورس دو كورون كما كتلاحظوا سورس دو تونسيون عفوا اون سيري، يعني ان هاد البارتي هادي نقدروا نديروا لها واحد ترانسفورماسيون لسورس دو كورون، وغادي يولي لنا ساهل بزاف السيركوي ديالنا. يعني السيركوي ديالنا غادي يولي حيديروا ترانسفورماسيون داك، غادي يولي عندنا سورس، غادي يرجع سورس دو كورون، وغادي يرجع هذا اون باراليل غير ايكيفالون دو اون باراليل كما كتلاحظوا. هذا درنا له ترانسفورماسيون، وغادي يكون عندنا ار ايكيفالون، وغادي يكون عندنا الار اخرى ار 4 اون باراليل مع هادي، و ار ديغنيغ ريزيستونس ار 5 اللي ما خصناش نقيسوها في الكورون اي 2 بريم كما كنلاحظوا. نشوفوا القيمه ديال هذا، القيمه نتاع هذا شحال سميوها اي، شحال سمينا هذه اي ان، هذه سميوها اي 2. اي 2 شحال كتساوي؟ الى جينا نشوفوا اي 2 شحال كتساوي هنا، عندنا اي بريم ان، يعني اي بريم ان عامل على ار ايكيفالون مقسوم على ار ايكيفالون 2. مزيان، يعني ان لو كورون اللي كيعطينا هذاك اش كيساوي؟ كيساوي او او ان بريم مقسومة على ار ايكيفالون 2. مزيان، كما كنلاحظوا ان هاد دو بارتي انهم هاد جوج اليمون انهم اون باراليل، نقدروا نديرو لهم ار ايكيفالون. هاد جوج هادو نقدروا نديرو لهم ار ايكيفالون. اذا درنا لهم ار ايكيفالون فهاد السيركوي، نحولو فهاد السيركوي، كيفاش غادي يولي لنا السيركوي ديالنا؟ غتولي عندنا هنا ار ايكيفالون، حيت هاد ار ايكيفالون الاخرى اللي عندنا شحال كتساوي؟ ار ايكيفالون فوا ايكيفالون 2، يعني 2 ولا 3 2 فوا ار 4 على ار ايكيفالون 2 بلس ار 4. مزيان، كما كتلاحظ لان عندنا ار ايكيفالون اللي عندنا هنايا اون ريكفرنو كانت عندنا كانوا اون باراليل، وهذه هي اللوا ديال اون باراليل، انه الى بغينا نحسبوا ريكفرنو ديال واحد جوج اون باراليل كيساوي ريكفرنو فوا ار 4 ثم على ريكفرنو 2 بلس ار 4. كان صافي كنلاحظوا ان نقدروا نحسبوا، كنلقى اننا نقدروا نحسبوا اي بريم بالديفيزور دو كورون، لان هذا اون باراليل، وعندنا واحد كورون اللي قلنا له هنا اي 2 بريم اي 2، هاد اي 2 عندنا النتيجه ديالو، يعني نقدروا وعندنا النتيجه ديال ار 5 و ار ايكيفالون، عندنا النتيجه ديالو نديرو ديفيزور دو كورون وغادي يعطينا اي 2. شحال هي ديفيزور دو كورون؟ نحيو هاد البارتي ونشوفو ديفيزور دو كورون. ديفيزور دو كورون اش كتقولنا؟ ديفيزور دو كورون كتقولنا ان اي بريم اللي بغينا شحال كتساوي؟ إذا جيت تشوف ديفيزور دو ديفيزور دو كورون كتساوي ار ايكيفالون مقسومة على ار ايكيفالون بلس ار 5 ياك فوا لو كورون اللي عندنا في الديبار اي 2. صافي حنا جبدنا اي بريم 2، جبدنا اي بريم 1. صافي كما كنلاحظوا على اننا حسبنا اي 2 بريم و اي بريم، يعني ان اي اللي بغينا اللي قلنا البروف نحسبوها لقيناها. داكشي علاش قلت لكم ان هاد الميثود الا ما طلبها لكمش، الا ما قالها لكمش ما ديروهاش حتى حتى يقولها لكم. مزيان، شحال كتساوي اي اللي حسبناها؟ اي كتساوي اي بريم اللي لقينا مع اي دو بريم اللي لقينا، صافي وكتعوض. صافي داك بلس عفوا بلس مالها، يعني سقيتها كان، يعني ان اي كتساوي اي بريم 1 مع بلس اي بريم 2. صافي هاد السيركوي هاد المثال هذا الا ما فهمتوش مزيان نتطرقوه في التيديات، في البارتي ديال التيديات نفهموه مزيان تيوريم دو سوبر بوزيسيون. اما هذا راه واحد ليكزومبل في الكور.